الوثائقية. النهاردة ضيفي مخرج، الحقيقة أنه هو من العراق لكنه من زي ما بنقول كده الطيور المهاجرة. بدايته غريبة شوية لأنه من الهندسة لعالم السينما، وبعدين بدأ يتناول قضايا بتمس المجتمع العربي والعراقي، وبدأ يتناول قضايا تمس الإنسانية بشكل عام. وهو أضاف لعالم السينما العراقية برؤيته المختلفة، وهو درس بره الحقيقة. اسمحوا لي أرحب بالمخرج العراقي جعفر مراد. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. أهلا بك. طبعا أنا هيستوقفني من عالم الهندسة لعالم الإخراج. صحيح. إزاي حصلت النقلة دي؟ مش بس أنت، يعني في كثير ناس قالوا لي ليه. أنا كنت عايش يعني حياة عادية، يعني مهندس وعندي عائلة وأطفال، بس ما حسيت أنه أنا دا أسوي فد شيء أنه أنا حابه. جميل. أنا حاسس أنه أنا عندي طاقة، عندي فن موجود عندي في داخلي. فهي رحت إلى هوليوود صدفة، فحسيت أنه لا، هذا مكان يعني. فالحمد لله بديت. لكن انت كنت من اوائل دفعتك في كليه الهندسه قسم اتصالات الكترونيك. جميل. الحمد لله، وقسم كان صعب جدا جدا. بس ايضا في الجامعه في الميديا، في الفيلمز اند ميديا، ايضا الحمد لله بديت بصعوبه جدا، لانه انا ما كانت عندي خلفيه كافيه انه اتنافس مع طلاب جايين من هذا المجال. الحمد لله، ما دام البني ادم عنده اراده، ما دام عنده ثقه انه هو ممكن يوصل الى مجالات عاليه. الحمد لله. أنا كمان استوقفني كمان اول مره رحت فيها يونيفرسال ستوديو. نعم. لانه انت نفسك حسيت لا، انا عايز ابقى مخرج. ايه، احكي لي عن الموقف ده. دي هي اللي كانت نقطة البداية. يعني هي اللي كانت البداية اللي أنا قلت فيها أنه لا، أنا فنان. فقلت انتهى الموضوع. الحمد لله بديت، يعني مثل ما قلت لك قبل قليل، بديت في جامعة في هالم في إنجلترا. الحمد لله بديت أنتج أفلامي، وبديت أخرج أفلامي أيضا. كانوا مهتمين بي جدا الطلاب والجامعة، لأنه أفكاري جديدة عليهم. يعني كعربي أصلي من بغداد، يعني من بغداد، وكعراقي عندي افكار تختلف عن الانجليز. هم كانت عندهم تقنيه عاليه اكثر من ما انا، من المناحي الانسانيه والقضايا الاجتماعيه. بس انا افكاري كانت اقوى. فلهذا حسيت اكو دعم. يعني من تكون اضافه كبيره القسم، من يعني حسوا انه لا، اكو شيء بهذا البني ادم نطلعه. فكنت كانوا ينتقدوني كثير. أنا كنت أضوج، يعني أرجع البيت أقول لي ليش هيك. بس آخر شيء قالوا إحنا ننتقدك عشان نطلع اللي بداخلك. عشان يطلعوا الفنان الحي. قريت التقرير اللي هم كاتبين علي، كله بديح وكله أشياء زينة. فهذا انطاني دفعة كبيرة جدا حتى أكتب أفلامي الجديدة. بيهايند ذا ميرور هو فيلم جريء جدا. الفكرة جريئة كانت أحكي عن عذرية المرأة. جميل. وهو موضوع حساس جدا جدا عندنا في الميدل إيست. فهو الموضوع موجود وبيتكرر كل يوم. بس المجتمع مش عايز يحكي عن هذا الموضوع. فأني لازم، أني عايش في دولة يعني متفتحة جدا. فهذه كانت فرصة أنه أكتب عن هذا الموضوع. الحمد لله الفيلم نال إعجاب كثير من بس ما تعرضش هنا عندنا. لا مش حارضه هنا. لأنه أحكي عن العذرية بطريقة جديدة. يعني بنت كان مكتوب كتابها وفقدت عذريتها، يعني زوجها مع زوجها فقدت عذريتها ومات.
واجى ثاني واحد، شوفي اني هذا اللي دا احكي عليه، التناقض اللي موجود عندنا. اجى ثاني واحد هو عراقي ايضا، اجى ثاني واحد المفروض مثقف، المفروض وهي كانت اونست معك صريحه معك جدا، حكت له قال لها لا انت مش مزبوطه يعني سوري، ما كان امامها الا حل واحد، انه تعمل عمليه. عملت عمليه وزوجها الجديد حس انه هي يعني عذراء، فباسها وقبلها وانت زوجه صالحه وانت شو اسمه، لكن المشكله لا الجرح اللي موجود في داخلها هي. هي صادقه عايزه تقول صادقة الحقيقه جدا. فاخر شيء قالت لا المجتمع مالتي مش عادل، فانا ما اكون مثله. جميل، هي تمسكت بمبدأ الموضوع. فيلم حاز على اعجاب كثير من الناس، المهرجانات في امريكا وفي هوليوود. فالحمد لله يعني جميل، دي انطلاقه او البدايه. هذا اول فيلم يعني دراما عندي. جميل. بعدين عملت لو فواياج ولا ده. الفيلم ده صعب جدا جدا جدا. ليه بقى؟ علشان هو انا بجمع بين البوليتيكال بين الكوميدي والاكسبيرمنتال. جميل، من اصعب انواع السينما. لانه بدون كلام لازم اوصل رساله ولازم الفكره توصل الى المشاهد. احنا عند بنعرض مجموعه من المشاهد من لو فواياج واثناء حضرتك. طبعا 19 مهرجان، 7 جوائز. جميل، الحمد لله. ايضا في هول يعني انت كنت بتتكلم عن محاور مختلفه داخل الفيلم. انا بتكلم عن الخوف اللي مزروع بينا احنا من انظمه دكتاتوريه. هذا شو اسمه، بس بطريقه كوميديه. ما حد عمل هذا الشيء قبل. وصعب جدا جدا توصلين هذه الفكره. بعض في كثير من الحالات الكوميديا عندها اثر كبير على المشاهد اكثر من الدراما اللي قويه. فهو يعني هذا الموضوع. اهم شيء عندي بيه كان اعمل شيء جديد ما حد عمله قبلي. يعني انت بدات اصلا بالافلام الروائيه القصيره. ومركز في الموضوع ده شويه لحد ما تتمكن من ادواتك كمخرج، ولا انت عايز في الافلام القصيره دي تقول رساله معينه وبعد كده تفكر في الافلام الروائيه الطويله؟ هو المشكله الفيلم يحتاج الى تمويل. جميل، يحتاج الى تمويل كثير، يحتاج الى كرو ممبرز عندك لازم كثير، يحتاج الى لوكيشنز، يحتاج الى طبعا ازمه شركات السنة. تمويل، هذا صعب كلش القي يعني في الوقت الحالي او لا في الوقت اللي بديت به اعمل افلام. فاني ما كان امامي الا اعمل افلام قصيره. لانه تمويلها بسيط. وفي شركات بريطانيه هي يعني في كونتاكت يعني احنا في تواصل اني وياها، معجبه جدا في افلامي. والتمويل مش كبير مثل الافلام الطويله، يعني فممكن كان اعمل افلام. تقدر تعمل افلام خلال هذه الافلام، ادخل مهرجانات، اعلن على اسمي، اعلن على افلامي، اعلن على طريقه تفكيري ونوع الافلام السينما اللي انت بتقدمها. والافكار اللي انت بتطرحها. وكانت يعني خطوات ناجحه الحمد لله. هاخدك لهوت شوكليت، وده من افلامك ايضا. واضح انك انت دايما حريص على فكره الدراما الاجتماعيه والمواضيع الاجتماعيه. هوت شوكليت بقى كان بيتكلم عن ايه؟